عداد المسجلين لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا يسير ببطء في مرحلته الأولى. نصف مليون شخص تقريباً سجلوا أسماءهم على المنصة الإلكترونية لوزارة الصحة لتلقي اللقاح حسب الفئات العمرية المذكورة في الخطة الوطنية، لكن كمية اللقاحات التي ستكون متوفرة في الأسابيع الأولى لحملة التطعيم تبدو خجولة، فهي لا تتجاوز 100,000 جرعة. صحيح الكمية الواصلة للقاحات منا كتير كافية، إنما التوقم الطبية اللي هي بالواجهة الأمامية والأشخاص الفوق 75 نقدر نبدأ بالتلقيح إلا إن كان وصلت الجرعات الكاملة second batch و third batch لنكفي اللقاح. الأعداد المسجلة للتلقيح لحديت اليوم أعداد ضئيلة. ولضمان حسن سير عملية التطعيم والتزام الحكومة بالمعايير الدولية والخطة الموضوعة لحصول جميع المواطنين على اللقاح بشكل عادل، كلف البنك الدولي وهو الجهة الممولة لبرنامج التطعيم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بمهمة رصد الحملة. إحنا دورنا وتواجدنا مهم ومساند، نؤكد الالتزام بالمعايير الدولية وبتطبيق الخطة. هنرفع التقارير للسلطات المختصة والقرار لهم. فرقنا الدولية والوطنية هتكون موجودة من المطار لأماكن التخزين لأماكن التطعيم حتى للأماكن اللي فيها المجتمع اللي تم تطعيمه. الحكومة اللبنانية تقول إنها تسعى لتوسيع دائرة مراكز التطعيم لتصل إلى 80 مركزاً في مختلف مناطق البلاد، فضلاً عن عيادات متنقلة تجول على المناطق الريفية النائية للوصول إلى العدد الأكبر من الأشخاص. تساؤلات عدة تشغل بال اللبنانيين مع انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم، خاصة أن الحكومات المتعاقبة عجزت عن إدارة العديد من الملفات الحيوية رغم الخطط واستراتيجيات المحكمة، ويقول عدد من اللبنانيين إن لديهم شكوكاً بشأن قدرة الحكومة على التعامل بشفافية مع هذا الملف الصحي والإنساني. لاريسا عون سكاي نيوز عربية، بيروت.